رئيس التركي رجب طيب أردوغان يصل إلى البلاد برفقة وفد رفيع المستوى. السيدة الأولى هند ديبيتنو والسيدة الأولى بتركيا أمينة رجب طيب أردوغان يشاركان تلاميذ مدرسة بيجناشة أفراحهم بأعياد الميلاد. حفل تسليم وتسلم المهام في بعض الوزارات الحكومية. السيدات والسادة أينما كنتم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، نحييكم من الفضاء الشادية من أنجمينا ونقدم لحضراتكم النشرة الإخبارية العربية لهذه المساء. في جولته الإفريقية وصل صباح اليوم فخامة رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان إلى العاصمة أنجمينا برفقة وفد تركي رفيع المستوى، وكان في استقبال الزوج الرئاسي التركي بأرض مطار حسن جاموس الدولي فخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبيتنو وسيدة البلاد الأولى هند ديبيتنو. تقرير محمد عثمان بشير. الواحدة ظهرا من نهار الثلاثاء 26 ديسمبر 2017، الطائرة التي تقل على متنها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد حطت على أرض مطار حسن جاموس الدولي. في أول زيارة رسمية له إلى تشاد، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد حظي باستقبال بالغة الحرارة والترحاب من قبل نظيره التشادي فخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبيتنو. وعلى حسب ما تقتضيه الأعراف الدبلوماسية فقد تم عزف النشيدين التشادي والتركي حينما كان الرئيسان يقفان على منصة الشرف والاستقبال. لتقاليد البروتوكولية وحسن الاستقبال، فخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبيتنو ونظيره التركي رجب طيب أردوغان يمرون وسط الصفوف المرتسة لعناصر قوات الدفاع والأمن. الرئيسان التشادي والتركي وبعد تقديم التحية لمختلف المستقبلين من الشخصيات بالبلدين قدما إلى صالة الشرف لكبار الضيوف بمطار حسن جاموس الدولي وتبادلا أطراف الحديث فيما يخص موضوع التعاون المشترك بين البلدين والعلاقات الدبلوماسية وكذا التباحث حول الأجندة الخاصة بالزيارة. وبعد لحظات من هذه الجلسة المغلقة غادر الرئيسان مطار حسن جاموس الدولي إلى حيث مقر الإقامة على متن أرابة واحدة تجسد معنى الأخوة والترابط القوي بين البلدين. هذه الزيارة الرسمية الأولى لرجل تركيا الأول إلى تشاد، من المقرر لها أن تتوج بالعديد من الاتفاقيات في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية، خاصة وأن الرئيس التركي جاء إلى البلاد مع وفد رفيع المستوى يتكون من وزراء وعدد كبير من رجال الأعمال والمستثمرين الأتراك. من مطار حسن جاموس الدولي محمد عثمان بشير. هذا وفور الانتهاء من مراسم الاستقبال ضيف البلاد الكبير فخامة رجب طيب أردوغان، عقد زعيمان إدريس ديبيتنو ورجب طيب أردوغان اجتماعا بالقصر الرئاسي لمناقشة أوجه العلاقات القوية التي تربط البلدين والتوقيع على العديد
من الاتفاقيات التعاون بين البلدين، كما عقد رجال الأعمال التركيين الذين رافقوا الرئيس التركي لقاء بفندق هيلتون مع رجال الأعمال التشاديين أو الفاعلين الاقتصاديين التشاديين لمناقشة أوجه التعاون بين رجال الأعمال الأتراك والتشاديين في العديد من المجالات ذات الاهتمام المشترك، خاصة الزراعة والثروة الحيوانية وأيضا الصناعات الأولية، حيث أن تركيا لديها خبرة في هذا المجال. وسنوافيكم في نشراتنا القادمة بتفاصيل هذه الاجتماعات واللقاءات التي أجراها الوفد التركي مع الفاعلين الاقتصاديين، وأيضا لقاء فخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبيتنو مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان. هذا وفي خضم أعياد ذكرى ميلاد الرسول محمد صلوات الله وسلامه عليه وذكرى ميلاد عيسى المسيح عليه السلام، وبهدف مشاركة الأطفال أفرحهم بهاتين المناسبتين، فقد شاركتا سيدة البلدان تشاد وتركيا هند ديبي إتنو وأمينة أردوغان في احتفال تلاميذ مدرسة بيجناشيا وسط حضور كبير من أولى أمور التلاميذ. تقرير إشراق عبد الله رحمه. من أجل الحفاظ على التعايش السلمي بين الأديان الذي تتميز به تشاد وأكاد تبادل الاحترام والثقة بين مختلف المعتقدات الدينية، يجيء زيارة سيدة البلاد الأولى هند ديبي إتنو برفقة نظيرتها سيدة البلاد الأولى لدولة تركيا أمينة رجب طيب أردوغان إلى مدرسة بيجناش بهدف تقديم هدايا ذكرى مولد النبوي الشريف وعيد ميلاد عيسى عليه السلام للأطفال المسلمين والمسيحيين، وحيث استهلت المناسبة بآية من ذكرى كتاب الله الحكيم وأناشيد. وبهذا الصدد قدموا الأطفال كلمة ترحيبية شكروا من خلالها الحضور وسيدة البلاد الأولى هند ديبي إتنو على ما تقوم به من المبادرات نحو الأطفال خاصة والأمة التشادية عامة، وعلى دعمها المتواصل للأطفال، مؤكدين بأنهم فرحين بالهدايا التي قدمت لهم. مديرة مدرسة بيجناشيا الأخرى قالت بأن هذه المدرسة من برامجها السلام والوحدة، ويأتي ذلك عبر التسامح واندماج الأطفال فيما بينهم، معبرة بأن هذه البادرة ليست الأولى من نوعها لسيدة البلاد الأولى، بل شملت كل الأقاليم البلاد. وأخيرا قدمت هدايا للأطفال من قبل السيدتين وتلتها قطع قالب حلوى برفقة الأطفال، وذلك لتقاسم الفرحة. وفي نهاية المناسبة قدمت رقصات شعبية من قبل الأطفال. إن العلاقات التشادية التركية هي علاقات أزلية منذ قدم التاريخ، وتمتد جذورها بأكثر من 100 عام، حيث أن هناك حي خاص بالأتراك في مدينة أبشة عاصمة إقليم وداي، وبها جالية تركية حتى يومنا هذا. تقرير زميل خليل حسن صالح فيه المزيد من التفاصيل. العلاقات التشادية التركية علاقات أزلية بنيت منذ أكثر من قرن ونصف القرن، وتعتبر مدينة أبشة واحدة من أهم المعالم التي تشير إلى عمق العلاقات التشادية التركية، حيث يسكنها حتى الآن تشاديون من أصول تركية. بالي جدي محمد حسين محمد تركي، ثاني أبوي حسين محمد تركي، ثالث أمي عبد المجيد أشر تركي، حساس الرابي عبد الصادق حسين محمد. هم ده هم ناس فراس كبروك كوجو لجوا مهيل أجابا مقاد والحكومة استقبالتي تالهارة دا نكلم بيدا لهم تاريخ من جد أنين ما نعرفوك يوصل لهم 150 سنة. أها والناس الجد هم أشياء أجداد جو سبقة بسهم أولا كده سبقة ما جو من تركيا. أيوة وجوهين الناس أصلها والناس فراس كانين الحكومة والسلطنة استقبلهم في التاريخ السوداء لهم الجردية ده. أنا جدنا محمد الهتال النصارى استلموا منا، والجامع العتيق ده كل الأهمر ده كل هم دقوه، واري هناك كل هم الدولو، وفي تاتي هنا كل مهيل وين كل الأتراك دلنا عرفان. جنينة الترك والمسجد العتيق هي معالم بارزة لها بصمات تركية كانت منذ العام 1850 من الميلاد، بعد قدوم طلائع المملكة العثمانية
التي سكنت مدينة وارا، وحظيت باستقبال عريض وضيافة كريمة من ملك مدينة وارا آنذاك الملك محمد أورادا، مما ساعد على اندماج الإخوة الأتراك العثمانيين مع المشركين.